متنا كده؟ احنا كده بقى رايحين نفطيس؟ قضيه دي يما اللي عايزه ترفعها مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين. ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ، في قوانين ومواثيق دوليه بتدينا الحق في المطالبه بالتعويض. ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكره. والناس بقى اللي وقعت من الطياره زي صوابع المحشي دي ما جاتش في دماغك؟ رد عليها زي ما بكلمك. يا لهو على المتعه. ايه ده؟ ايه الزحليقه دي؟ ده جامده قوي. انا اول مره اجربها بس اتبسطت جدا والله. ايه ده؟ بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا ايده تقيله قوي صراحة، بتاع السندبات حنين كده يزغزغك ويضربك. ايه يا عم في ايه؟ ده انت هطل في مخك بقى. ليه يا عم؟ ما انا شاورت لك عند الشلالات. في ايه؟ شاورت ايه؟ انت فاكر نفسك في دريم بارك؟ ده احنا واقعين من طياره. ايه ده؟ يعني احنا عملنا حادثه؟ ده فقط الذاكره. امال الواد ابني قال لي ليه ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه والطيارات عمرها ما تعمل حادثه. بقول لك ايه يا انسه، معلش، في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خش اقتليها وريحينا. يا عرباوي يا عرباوي، انت فين يا عم عرباوي؟ ايه يا طلبه؟ في ايه يا عم؟ سبتني في السيمولاتور وفلقت مني كده. انا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثه. حادثه؟ يعني الشلطه دي كلها طلعت حادثه؟ والله تخيل المتعه دي كلها طلعت حادثه في الاخر. سبحان الله، والله دي حاجه حلوه قوي. بس مش حاسك انا كده، مش انت عربا ولا انا اعرفه. مفيش من الخضه بس. لا لا مش انت. والله من الخضه. طب عرباوي. لا 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 عرباوي. اوبا. لا 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 اهو يا عم، ما انا زي الفل اهو. عرباوي ده اللي انا اعرفه. واحده واحده يا تيتا، واحده 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 واحده. انتوا مسندني ليه؟ مسندني ده انا ندوبهم ثلاثه. اوعى يقف. طب تعالي تعالي. اوعى. ما تخافيش. قول لي، هو احنا وصلنا ليبيا؟ ليبيا ايه يا حاجه؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح. اوعي. طب يا بنتي كذب. طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطه؟ نيجيريا المحطه ايه؟ لا احنا في نيجيريا الخيمه. بجد؟ يا حاجه اتبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي. حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا الحاج؟ سوريا. لا معرفوش يا حاجة. الطيارة رشقت. أيوة أنا سعيد، سعيد جدا بجد، أول مرة أجرب الرشق. الحمد لله. بتقلقيش يا حاجة، هنظبطها هنظبطها. أنا مش قلقانة، بس قولي إحنا فين دلوقتي. أقول لها إيه دي بقى؟ أقول لها إيه؟ بص يا حاجة، إحنا في جمصة. بجد؟ تنزلي معايا المية ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا جيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجة بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك إيه؟ تعالي بسرعة. اخلصي. نعم. حضرتك المضيفة؟ ايوه. طب ممكن عصير برتقال؟ عصير يا استاذ في اللي احنا فيه ده. ايه يا اما في ايه؟ اجيب من اي كشك هنا بفلوسي واجيب 4 فرط كمان؟ ايه يا عم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتكلمي راجل قدامي؟ اسمعي يا هانم، انت مخطوبة الراجل وكلمته تمشي عليكي زي الساعة. بس زي الساعة، لا بتقدم ولا بتأخر. هفني هفني يا حبيبتي. وبعدين لو سمحت. هو انت يا جدع انت مبسوط كده ليه؟ بس انا بغير. مين قال لك؟ بتغير ايه يا جدع انت؟ انت مش دريان بحجم المصيبه اللي احنا فيها؟ هفني هفني يا جدع. هفني ايه؟ الطيار بيعمل كل ده ايه جوه؟ هو بيحاول يبعت استغاثه بس تقريبا الجهاز معصلك معاه شويه. جهاز ايه ده؟ جهاز الارسال. ربنا يستر. يا رب يا رب. ايه ده؟ طب افرض بقى الجهاز ما اشتغلش يا حلوين، ده يبقى نهار اسود، يبقى نهار كوبيا، هنفضل طول عمرنا عايشين هنا. لا 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 مفيش الكلام ده، هنفضل عايشين هنا ايه؟ انت ما اتفرجتش على مسلسل لوست؟ هيلاقونا في اخر حلقه. يا جدع انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا مش فايقين لك. يا رب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ يا هبال خد فشار. انت بتعمل ايه؟ بشوف شبكه. شبكه ايه وانت؟ ده احنا في غابه، هتلاقي شبكه محمول؟ ده انت كبرك تلاقي الشبكه اللي بيقفشوا بقى النسانيس. ايه؟ هو انت بتكلم مين يا باشمهندس؟ بكلم الشيخ بتاعي. ايه ده؟ هو انت من الجماعه اياهم؟ انا مش منهم بس بحترمهم. والله انا ما عارف ايه الفقر اللي الواحد فيه ده،
انا سافرت كتير قوي وسافرت الصين يوم منوى اسافر افريقيا الطياره تطلع صيني وتقع دي حاجه هم والله. ايه ده وايه اللي جابك نيجيريا يا باسمهندس؟ انا جيت يا عم اصل انا بتاجر في فوانيس رمضان وشماريخ شعبان والكلاب اللي بتعمل كده. بجد؟ اه والله. لا خطيبتي. ايه خلاص يا عم في ايه؟ ايه ده ده تاجر فوانيس حضرتك؟ ايوه. لا نتشارك بقى. ماشي نتشارك. انت بتشتغل في ايه؟ انا رجل اعمال. والله؟ وشغلك بقى في ايه؟ في اعمال بقى اللي هي الدجل والشعوذه والحاجات دي. انا الرجل بتاعها. دجال يعني؟ بعمل بقى سعادتك. ايه بقى سعادتك؟ بعمل اللي هي الحجبه. الحجبه دي؟ لا دي بالفتله دي. بعمل بقى اللي هي الحجابه دي واللي هي والخمسه بقى الكفوف والخرزه الزرقاء والصنادل الصغيره والبسكويت بالملح. لا نتشارك. نتشارك. فرصه سعيده جدا. انا اسعد حبيبي. طب وايه اللي جابك هنا يا باسمهندس؟ انا يا سيدي فاض عندي في المخزن كده شويه سبح وسجاجيد صلاه قلت اجي ابيعهم للمسلمين اللي هنا. يعني انت تاجر كوليشن كان يعني؟ بالظبط كده. وانت؟ انا بهايم. قصدك بهيم؟ ايه؟ لا انا جيت نيجيريا هنا عشان سمعت ان البهايم كتير قوي. بسم الله ما شاء الله. نعم. انا اقصد مش انت بتتاجر في الكلاب اللي بتعمل كده؟ انا بتاجر في البهايم اللي بتعمل كده. ده شغلي بقى. بصوا بقى يا جماعه انا احب اعرفكم بنفسي. مروه الشايب ناشطه سياسيه ومجتمعيه. الوضع اللي احنا فيه ده بيدفعنا دفع لعمل وقفه احتجاجيه للتاثير على الحكومه في حل مشكله الطيران اللي اصبحت في اسوا حالتها. انا معاكي على فكره. وانا معاكوا جدا في الموضوع ده وبقترح اقتراح ولما اوصف كلمه اقتراح لو بيتضايق حد يعني احنا نعمل الوقفه دي قدام بيت الزواحف. زواحف ايه؟ زواحف النينجا. ولو الزواحف هتتضايق نعمل الوقفه دي بقى قدام بيت الاسد ونقعد نقول له بقى امك ما تقولش لا وابوك ما يقولش لا ونقعد نشلشل ونشتم ونبهدله. يوم يطلع لنا الاسد بقى. لا 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 ما يطلع لناش الاسد. تطلع لنا مرات الاسد. ايه ده تفتكر دي هتطلع؟ لا 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 دي سهل التعامل معاها جدا ما تقلقش حضرتك. ده عسل يا راجل. لا 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 انت بتتريق. في ايه ما احنا واقعين في غابه. في ايه يا ماما؟ هفن يا اخواني هفن. ايه ده؟ هو التلفزيون ضرب؟ يا حاجة معلش مش هتعرفي تتفرجي على كاظم النهارده معلش. ايه يا جماعة في ايه؟ هنكمل حفلتنا عادي قنبلة وانفجري. الحفلة تبوظ؟ لا. طيب امال ايه؟ شغل الديجي يا عبده. رجلك والجهاز اوعى رجلك والجهاز رجلك والجهاز. رجلك والجهاز. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ مية مية شفت الطياره وهي بتقع. يا نهار اسوح. يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. ها هنزق الطياره زقه. اقوم انا جايب الثاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا. يلا يلا بينا يلا بينا يلا. ايه لا هوب ايه لا هوب. بتزقوا ايه؟ بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه ما بتزقش. وبعدين لو زقيته هنطلع نكمل بيها زق لفوق ازاي؟ اي هبل يا عم. مش انت اللي قلت زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده الجهاز ده شغال؟ اتفضل اتفضل يا معلم. جرب جرب اتفضل قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب. لا ما بيكهربش ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفيه؟ يعني جايبينك وموقعينك بطياره في الغابه عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجه؟ لا ما قالش بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وتمن بسطرمه. بيقول لك ابعت 10 بيضات وتمن بسطرمه. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. قدام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازة الدواء. حاضر يا حاجة حاضر. الو. مشمش. بقول لك ايه الطيارة عملتها معايا يا معلم. ايوه يا معلم. انت فين على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندر. احنا في الغابة. بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي يلا سلامة مشمش. سلام. ايه ده انت بتتريق علينا يا عم؟ انت يا عم الجهاز باظ زي الطياره ما بقت نمليه. الجهاز باظ. يا شيخ الجهاز ده اللي فرقع من شويه. هو اللي فرقع.
والله يعني انت بتشتغلنا بقى. اه بشتغلكوا، عايز حاجه ولا ايه؟ طب يا عم انا عايزك تعمل ايه؟ انا عايزك تعمل ايه؟ انا عارف ليه معاه مسدس، والمسدس ده الطلقه في دماغ اي واحد فيكم. لا تفكرني ايه؟ انا تعليم عالي بس التربيه واطيه. ايه يا عم انت طيار ولا معلم؟ معلم يا معلم، وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده، وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفل اهو، الكتاب معايا اهو، كيف تقود الطياره في 3 ايام. انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك، كنت ممكن اوقعكم في اسبانيا، في ايطاليا، في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار، انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير، اشتغلت طيار في ماكدونالدز، واشتغلت في بيتزا هات، لفيت يا معلم. وانا طيار كده بالساهل؟ احنا اسفين سعادتك، اتفضل اقعد، احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. اهدى لو سمحت يا استاذ، وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك، لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش، لازم يبقى معايا سلاح، اي حد هيتكلم الطلقه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوق شو تبقى فاهمه يعني يا كابتن. ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ اللي حصل يا معلم، انا ماشي لا بيا ولا عليا، وسايق الطياره وسجارتين، والبت دي جبالي شويه شاي ومية مية، وبسمع ام كلثوم. لقيت لك بقى ايه، سواق طياره تانيه جاي عكس ابن اللذينه، وقعد يقلب لي العالي، جنني. رحت انا محوك كده الطياره عومت معايا، كنت هطلع الرصيف ده. الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات، احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات، واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن، احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني، احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقه، ايه المكان؟ على حسب الاشجار اللي انا شايفها دي يعني، يبقى احنا في حي الاشجار. ايه ده، انت بعد كل ده جايبنا في اكتوبر؟ وانت بتعرفش ان احنا في اكتوبر ولا ايه؟ ده الناس كلها عارفه ان احنا في اكتوبر، انت عبيط يا اد ولا ايه؟ المهم بقى بالنسبه للاكل والشرب يعني، هنا زي ما انتم شايفين اهو، ما دام في اشجار يبقى في ميه، وما دام في ميه وفي اشجار يبقى في فواكه. ممكن تلاقي مانجا، وتلاقي كانتالوب، وتلاقي كيوي، وتلاقي اناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟ ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك، بس زي ما في اكل وشرب في برضو حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم. ايه الطياره الغريبه دي؟ كرايه يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، انا عارفه ابني ماتيلدا دايما عامل لي كده، فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط، خش في عب. واقول لك روح 3 ايام وانده لهم بس، وديني يوم التلات لاوري لك، بس هم يجوا، بس يجوا. الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا وما تتكلمش، يابا عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى هيعدي علينا، يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه؟ يعني هنبات هنا؟ نبات هنا؟ دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللادغه
ده في مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل اتفضل الكل يخش على الطياره. ده حق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، وانتوا شوفوا لكم اي حته ثانيه تناموا فيها. لا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط، ما هم الناس دول بتوع كلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا، انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هما كده، هما كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمس على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. اهو مخلوق منك ايه؟ ده ايه؟ لو شكلك هاكل لحمك. انت بتقلب لبقر على طول ليه كده؟ لا مخلول، مخلول منك ايه؟ انت كده مخلول؟ انت كده مهبول. لو شكلك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك ايه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعه كل يخش على الطياره، كل يخش على الطياره. يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائره رحله رقم 1313 التوجه الى الطائره. والنبي يا اخوانا حد يجي ياخد الست الكبيره دي يدخلها لنا جوه؟ يلا. يلا. يلا طبعا. يلا. 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 يلا تاني. يلا تلاته. يلا. ده اربع ليات. يلا ليات. يلا. يا سلام. يلا تاني. يلا. يلا ومين؟ يلا. 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 بقول لك ايه يا بقلص؟ ايه يا حاج؟ هو في ست كبيره هنا؟ بس اتحرقت يا حاج الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاج ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعوديه؟ يا حاج احنا في جده دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعه. ما هي لبست يا حاجه والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعتها. معلش بقول لك ايه يا امي؟ ايه هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس. معلش شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. حاضر ماشي. يلا معاهم. معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه، عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته. تبات في حته تانيه فين بس يا كابتن؟ حشره تعضك او اسد يقرصك. اسد اللي يقرص إيه؟ انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجه، انا هشوف اي فرع شجره، هشوف كهف هداره، يعني هظبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله. واقفلوا باب الطياره من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا. حاضر. يلا يلا قدامي. يلا قدامي. بتقوي لي عضله البنج البت. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني مش هسأل. ايه ده انت جميله قوي. ايه ده ولا طالبه؟ انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل انا، ما انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يا طالبه؟ انت بتسف ترامادول ولا ايه يا عم؟ مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. مدام؟ هي دي مراتك؟ دي مرات. والنبي خلاها في عينيه. في عينيه بخاف عليها قوي، بس هي بتحب تنام بره. ماشي يلا سلام عليك. سلام سلام اخويا. مضمون يا ابن المدنيين. طب انت بتضحك على ايه بقى؟ انت راخر في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا عم تضحك على ايه؟ اصل انا كنت ماشي في الغابه كنت جعان جدا، لقيت شجره مليانه خيار، كلت خيارة مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من خيار؟ على كده لو كلت طماطميه هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش هات ناكل والله جعانين. ده انتوا حاجة هم.
في مصيبه وانت ماشي عمال تضحك. حاجه جفت والله يا ابني. الطياره وقعت. ايوه انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطياره وقعت؟ اه وقعت. على فكره بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ هي بتمول وهنطلع على طول. ده العجل فسه فسه. بقول لك الخيار ده حلو قوي، ما تلف لنا خيارتين. وده يفولك في ايه؟ في ورق عنب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال انزل خيال زلزال. ايه ده؟ ايه ده؟ حد سمع صوت بره؟ انا بيتهيألي ان في حد. يا جدعان ربنا يستر والله، ما الراجل قال لكم 20 نوع حيوان مفترس على 5000 نوع حشره، يعني هتلاقي اللي شي بيعض وشي بيخض وشي بينط، هتلاقي اي اخ من دول ولا حاجه معدي، ربنا يستر. مفيش حاجه يا جماعه، هاف فوني هاف فوني. هونج شونج. حد معاه شاهين سامسونج؟ بلغت وزعيماتي مام مام زعيماتي. فاني جميل،
سكر حلوة الدنيا السكر، سكر حلوة الدنيا السكر. صباح الخير. صباح الخير يا عنزة. وحشتيني حبيبتي، عاملة ايه؟ بص بقى النهاردة عينك تيجي كده ولا كده هحولهم لك. هتيجي على ايه، غزالة ولا قردة؟ ما رشقنا في الصحراء واللي كان كان. يا سلام، نسيت صور هيفا اللي ملزقة في كل حتة في قطة. هيفا؟ انا برضو بتاع هيفا يا حبيبتي، وفي اهيف منك. يلا بقى ركزي معايا كده، نروح نجيب فطار عشان الناس الغلابه اللي جوه دي. يلا بقى، خد خد تعالى هنا. ايه انت هتعوده مع دلع ده من دلوقتي ولا ايه؟ دلع ايه عزه، ده شغلنا. لا طبعا، الناس دول ضايعين زينا زيهم بالظبط، كلنا هنا في موقف واحد، يعني كل واحد لازم يعمل اللي عليه وكلهم لازم يشتركوا في العيشه اللي اتكتبت علينا هنا دي. يا عزه ده شغلنا، احنا زي قبطان السفينه، اول واحد بينط من السفينه بغبائه. ماشي يا بسام، هاجي معاك بس بقول عزه ايه. ايوه هنقول عزه قالك، هنقول كلنا ان شاء الله. غريبه قوي البت دي، انا مش عارف انا خطبتها ليه اصلا، ولا انا عايز اخد وقفه في الموضوع ده. ايه ده يا عم، انت بتزق ليه؟ ايه ده انت، ايه انت اللي مين؟ انا بسام. ايه ده، امال فين الكابتن ماجد؟ لا عضيته السلعوه، انت عبيط. عبيط انت بتشتمني؟ طب يا هبال خد خيار. يا عم انت كنت مش بتضحك من شويه، انت بتضحك البكي. بس يا عم سيبني، اكرم صاحبي هيروح مني والله. ماله اكرم ده حبيبي. بص يا عم، احنا كنا ماشيين في الحديقه دي امبارح، لقينا ايه بقى، شجره مليانه خيار على عينها، كلنا خيار اتبسطنا وعملنا دماغ، هو بقى الطافس كل قتايه قد كده، جاله اوفر دوس. لا حول ولا قوه الا بالله، ادمن الخيار. اه تبا للمخللات. حبيبي اكرم. طلبة، انت فين يا اكرم؟ طلبة، انت فين؟ الحقني يا طلبة، مش قادر، الخيار بياكل في جسمي، مش قادر انا، خلاص مش قادر. شوف لي معاك اي خيار يا طلبة. قلت لك الخيار بيزن. اسكت بقى يا اخي، هات لي اي خيار معاك، خلصت الخيار كله. مفيش خيار. شوف لي اي حاجه، ان شاء الله حزمة بقدونس، اي حاجه، مش قادر انا، خلاص قربت اشم بصل. هات ايدك، خد اخر حاجه كنت اتخيلها، الند بايدي لصاحب الخيار، بس اعمل ايه، ما قداميش خيار تاني. مين انا؟ يخرب بيتك. ايه ده، في ايه؟ سايبين الطياره وخارجين بره ليه؟ بوليس ارمي الخيار. الخيار ده بتاع مين؟ لا الخيار ده طلع لوحده هنا يا باشا. طلع لوحده؟ وريني. خد يا باشا. جبتوا الخيار ده منين؟ يا عم احنا مش معانا خيار. اه مش مع، ايوه جبتوه منين يعني؟ اه احنا لقيناه هنا في الشجره دي. انت اكلت خيار؟ ما تاكلش انت خيار. ليه؟ انت الطيار، ما تاكلش خيار. الطيار ما ياكلش خيار. حلو والله. الطيار ما ياكلش خيار، الطيار ما ياكلش. وانا شايفك حمار. ابتدى يشتغل اهو الخيار. ايوه ما تاكلش بقى من القعر بقى عشان ده تقيل قوي. اللي تحت الحته الحته الاخيره دي. اه يا عم. خش يلا. خش يلا طيارة، يلا خش طيارة، خش طيارة. الطيار ما ياكلش خيار. صباح الخير يا كابتن. ها نمت كويس؟ تمام الحمد لله، نمت نومه جامده جدا، كان في كهف هنا اهو ورا كده اهو، رحت الكهف نمت وغطيت الباب كله، قفلت كله بالحجاره عشان الصراصير قلقتني طول الليل. امال انت جاي من هنا ليه يا كابتن؟ لا مفيش، ما انا نزلت من هنا ورحت على هنا وجيت من هنا كده. ايوه كنت بتعمل ايه يعني؟ يعني موضوع كده، عملت موضوع كده وجيت على اللي هو ايه يعني؟ انت مصره يعني؟ عملت حاجة يعني، عملت حاجة وجيت كده، ما بلاش قرف بقى، عملت حاجة وجيت. أكل يعني؟ بعد الأكل يعني. سيبك منها. أنتوا رايحين فين دلوقتي؟ سيبك منها يا كابتن دي خلاص. أنتوا رايحين فين؟ إحنا رايحين فين؟ قالت لي تعالى هنا ورا الشجرة وزمت عليا. هتروح ورا الشجرة؟ هي اللي قالت. أنا لسه جاي من هناك، يلا روحوا هناك، بس هتروحوا مع بعض ولا إيه؟ أيوه هنروح مع بعض. لا إحنا رايحين نجيب أكل مش حاجة تانية. أما يا شاتولي بيض بالبسطرمة، يلا. عينيا يا كابتن. يلا ورايا بقى بسرعة بقى، يلا بقى بسرعة بقى. تياترو ماس،
ليله قضيتها في حياتي. المعلم بتاع المواشي ده ما بيبطلش تشخيص، ده انا يا دوب نمت كده على الفجر من صوته. يا سلام، من حقه، من حق كل انسان ان هو يعبر عن رايه بالطريقه اللي هو عايزها. ولا مش دي اللي انتوا بتتكلموا فيه طول الوقت ولا ايه؟ من حقه يشخر زي ما هو عايز. انت بتتريق؟ لا ما تعتبرنيش بتريق، اعتبريني بذاكر يا ستي. يعني انت تبقى عامل المصيبه وما ناخدش منك غير تريقه؟ مصيبه ايه؟ ما الحمد لله الطياره وقعت سليمه وكلكم سلام. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده حيوان غريب، خلي بالك. ده حيوان عمر ما سمعته قبل كده. ده بيوجه اسئله. انا المفروض ارد اقول ايه يعني؟ ايوه تحت امرك، اهلا وسهلا، ازيك يا معلم؟ ازيك ابو الكباتن، عامل ايه؟ نمت كويس؟ الحمد لله نمت نومه زي الفل، بس جيت ساعه الفجر كده ورحت قايم. قمت تصلي الفجر طبعا. لا للاسف، معلش الفجر فاتني، معلش بقى. معلش وانا مال؟ بس الانسه دي بسم الله ما شاء الله هي اللي قومتني. هي اللي قومتك؟ عندها جيوب انفيه، مش جيوب انفيه، دي بناطيل انفيه. بسم الله ما شاء الله، صوت دولبي ديجيتال نقي جاب اخر الغابه، بسم الله ما شاء الله. يعني كان بتشخر؟ بتشخر يليهوي، ده كانت خرباها. ايه ده، انا ما اسمحلكش على فكره. اسمحليش ايه؟ بقول لك ايه، سيدي هاتك عندي يا بت. في ايه؟ ده غير بقى الرفس والتشليت والزغاريت وشربات، وكتبنا الكتاب الحمد لله في نادي نقابه المهندسين وجينا على طول. يعني انا بتشخر طول الليل؟ امال بس عامله لي فيها الرقيقه وبتاع. احترم نفسك يا راجل، انت وانا كنت نايمه جنبك وانت بتقولي قدامي جنبي يا بنت، انت مجنونه. خلاص 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 يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي. وايه؟ اهدوا اهدوا يا معلم، معلش. إيه مش ممكن ابو الكباتن؟ طبعا مش ممكن. ايه ده، هي مالها في انا إيه؟ مجنونه البنت باين. انا الصراحه كنت عايز هنا اهو كده ورا الشجره. لا انت مش فاهمنا، بس انا عندي مشاكل. ايوه انا بقول لك هنا اهو ورا الشجره، بس لو وقفت دقيقتين كمان هتقعد تتدلع لغايه ما تزروت الدنيا. بقول لك ورا الشجره. مش حاضر. يوه حاجه غريبه جدا، انتوا عمالين تلففوني من الصبح. يلا تقعدوني، تعالوا تعال يا حاج. لا انا مش شايفه. ما تترزعي في اي حته يا وليه، واحنا في السيما. طولة لسانك وقلة أدبك دي اللي هتوديك في داهية. بقول لك، هو أنت قربت القذافي؟ أنت بتقولي أي كلام من الصبح ليه؟ يد ده أنت هتروح جهنم والله. تعالى يا واد يا سعيد أقول لك. إيه ده؟ إيه ده؟ بتقول لي أنا سعيد؟ وأنا أسعد. أنا مش فاهمة، مش أنتوا خلفة عنايات؟ إزاي مش عارفين بعض؟ عنايات مين يا حاجة؟ طب أنتوا دلوقتي أنتوا مش في المدرسة ليه؟ مدرسة؟ إحنا أصلا في المدرسة. أصلاً يلا. قطتي صغيرة واسمها نميرة. الواحد واقف مظبوط، والاتنين بتبص عليه، والتلاتة تلات سنات، والاربعة اتنين واتنين. هات القرش. خد انت قرش وهو قرش، بس ما تشربوش سجاير وما تلعبوش في الشارع. خلاص هات السندوتشات. طيب اعملك سندوتشات جبنة؟ بالخيار. على فكرة الولاية دي مش عاملة دماغ خيار. لا ما عاملة دماغ ايه دي؟ دي دماغ لفت على وعلى دماغها. يا جماعة يا جماعة. ايه ايه يا عم؟ انا لقيت السهم ده. ايه ده السهم؟ وريني. الله ده حلو، لقيته فين؟ لقيته في الشجرة اللي هنا. في الشجرة دي؟ ايوة. يبقى دي شجرة سهام. لا دي شجرة سعاد. ايه ده؟ هنقضيها هزار ولا ايه؟ بقول لكم السهم لقيته مرشوق في الشجر، عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني السهم ده كان مرشوق في الشجره. ايوه يا ما احنا فهمنا يا عم. مش فاهمين؟ لا السهم يا كابتن! ده يا كابتن الحان يا كابتن. الحاني في ناس افاركم يجروا وراكم. يجروا وراكم؟ ايه ده؟ ايوه الحاني. ايه ده هو؟ ايوه هو. استنى كده تفتكر كده هعرف اتجوز. ده ملوش علاقة بالجواز يا ابني، ما تقلقش. طيب تقلقش ما تقلقش. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله، في حتة جوه لسه. دور عليها انت بقى. ها ايدك خفيفة قوي يا دكتور، يا رب يخليك. طب تفتكر كده انا هتعود على السهم ده؟ ان شاء الله هتبقى مدمن ما تقلقش. ايوه يعني هقدر ابطل. هتبقى. وسع يا جدع وسع. يا رب تقع يا معلم يا رب. فيه ايه؟ فيه
بس في ايه؟ جماعة أفارقة؟ أيوة. طب بص اتكلم أنت وأنا هجنا يلا. ماشي. جماعة أفارقة جم جري عليا. وجهوا ناحيتي سهام وكانوا ماسكين سكاكين ودخلوا عليا دخل الدبيع. دخل الدبيحة؟ آه. وأنت عرفت إزاي؟ ما أنا جزار. في إيه؟ جزار ولا دبيحة؟ لا أنا جزار يا أبو الكبات. طب يلا يا جماعة كله يخش على الطيارة، واضح إن الأفارقة رصدوا مكاننا، يلا كله يخش على الطيارة بسرعة بسرعة. تعالوا من هنا تعالوا من هنا تعالوا من هنا من هنا. اقفوا في النص اقفوا في النص. يعني هيكونوا عايزين ايه؟ عايزين يقتلونا وياكلونا طبعا، محدش يبين اي عنف عشان ما يتعاملوش معانا بعنف اكتر. ايوه ايوه مش دول بتوع افريقيا البدائيه؟ امال يعني افريقيا الاعداديه؟ الخيار شغال. ايوه دول اكلي لحوم البشر. ايه ده؟ اكلي لحوم البشر؟ وانت قلقان ليه؟ اكلي لحوم البشر مش اكلي لحوم البقر، ما تقلقش. تعطي تاتي تاتي يعني عضو. تاتي تاتي تاتي. لا دي بطاطي، انت عايز ايه؟ بطاطي يا 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 انت هوتو اكس شوكولا. العب الراجل ده بقى صاحب شجره الخيار. اه كالبوزا لازلاز. لا عرباوي احمد يا معلم. هونجا هونجا. ايه هونجا هونجا هونجا؟ سيفك انا عربيتي ضايب. عامل لك ايه؟ هما بيقولوا ايه يا كابتن؟ نعم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه يعني؟ بينقوا الدبيحه اللي هياكلوها. يعني ايه؟ انت كابتن ومعاك مسدس، اقتلهم. اقتلهم ليه؟ فين حقوق الانسان؟ اقتل ناس ابريه ليه؟ دول هياكلونا. من حقهم من حقهم ياكلونا، هم لقوا اكل تاني وما اكلوش. بلغاتي زعيماتي. ايه ده؟ بلغتني زعيماتي. بلغتني زعيماتي؟ احتراماتي قبولاتي. بلغتني زعيماتي. هوبا ده. مش فاهم. اساسي اساسي كاكا. لا كاكا اساسي كاكا. يلا انا مش مزنوق. طب اعمل ايه؟ اساسي كاكا. اساسي كاكا عاديه يعني. زعيمونك يدخلون. هونجا كابونجا هونجا كابونجا كابونجا هونجا. وبحرف النون الولد جا طيب وحنون العسل ده الولد ده العسل ده. لا 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 هونجا كابونجا. ده الزعيم بتاعهم عنده تسلخات. يلا هونجا كابونجا. هاتوا الجحش ده. هنهوتوا نهوت عليك مايونيز ونهوت عليك كاتشب ونهوت عليه الحاجات دي. طاجن شيكي دودو. لا فرن. ما لونج ولا مشوونج؟ مشوونج. تطلب حاجه تاني مع الاوردرونج؟ شكرا نونج. لا بس ما اخلاقش لحد هنا ودوه افطن. قالاتي. لا يعني قالاتي اعملوها حواوشي. اندومي. لا دي مهلبيه ومستويه. مهلبيه ومستويه كلت دماغي. مش عارفة لغي غير ايام طالب رضاها. عاد معاها والنبي يا اما
وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده يا دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا طلبه مش دول بلاك تيما؟ والنبي يا حبيبي احتفالات اكتوبر دي هتخلص امتى؟ اقعدي والنبي ياما اقعدي ياما اقعدي بدل ما اجي انا اقتلك اقعدي. ما تقولي يا حبيبي في حد هنا بيرسم حنه؟ اخرس يا حجون. حجون؟ لا ده انا الام المثاليه. اوه فيفي عبدون. امشي يا امشي. ايه دي عجوزه؟ انا كنت عجوز ورجعت شباب سنجل لابس سنجل لابس من غيره بقى وبحرف النون الولد ده طيب وهنون العسل ده الولد ده. امشي ياض كله يلعب تحت بلكونته هنرش يلا. ايوه الله ينور عليك يا حاجه الوحيده اللي عرفت تقف لهم شايفين؟ اوعوا حد فيكم يذبح واحد ولا واحده. ايوه اديهم الكتاكيت دي انا مربياها على الغالي. قولوا لي اقول لكم الشامورت فين والبدره فين؟ الله يحرقك يا حاجه. وانا فين؟ تعال يا حاجه تعال انت في الجنه. في الجنة؟ طلبتها ونقلتها يا رب عقبال ما حج. انت رحت الجنة خلاص. اسمعوا هاترو قدرون كمال كلامك هجرك يا باشا شلت بقى بتفرج قتيلة كمال كسيكا ناموني تابتولوكيا اتقل تاخد حاجة نظيفة. ايوه انا عايز اعرف ايه اللي جاي بقى حضرتك. اللي جاي ان شاء الله هم اختاروا الذبيحه يذبحوها وجايب لها الدرع يحطوها فيها اللي هو المعلم ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ناكل جميعا يعني. ذبيحه ايه؟ ايه؟ انا فين؟ ايه ده انا فين؟ انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت رايح افغانستان. ما هي هي كنت هتروح افغانستان يلبسوك حزام ناس تفجر نفسك اديك جيت هنا اهو هيلبسوك سيخ وتشوي نفسك عادي يعني. طب اسود ومنيل بنيله. سيخ طاووك. سيخ طاووك صح. عم ثانية واحدة سيبونا انا في ايه؟ انت في ايه فصلت ولا ايه مال؟ تقريبا. طب خد كل دي. انت بتحب افغانستان؟ انا مش بحبها بس بحترمها. خد بقى دي الموزة دي عشان تعلي. ايوه حاضر. ماشي يلا. هو في ايه بالظبط؟ هو احنا فراخ؟ بقول لك ايه اهدي ويا رب يكونوا بيحبوا الفراخ اللي هو انتوا وما يكونوش بيحبوا الديوك باذن الله يا رب باذن الله. خدي تعالي هنا تعالي هنا. تعالي انت قلت اسمك ايه؟ مروه الشايب. مروه الشايب؟ ده انا اكرم الكومي. احنا بقى نبقى اصحاب ومحدش يفرق ما بيننا. ونتجوز ونخلف صبيان ودمات. بتعمل ايه؟ بصنطكوا. الواد ابن المحظوظ ابو صوت رفيع الوحيد اللي ربنا انقذه من حفله الاكل دي. فظيع حظه رهيب. الله حظه زباله. قال بلا الله الله الله. اها تعتي. طب هقول له انا لو انت زعلان. تعتي مش تقول انه في ضيوف. ده كلام ده احنا بيت كرم. ايه تعتي اونج كابو. ايه اونج كابو. عايز ابلونج مصدع والله. عساسي كتا اقعد عشان انت اخرك سوسيس. اقعد كالا بلا. ها كالا بلا تاتي كاتي بك. كوارشي هات الجهش اللي هناك حطه جوه حط عليه كاتشابون ومايونيزون ونحط بقى ملح بس مش كتير وزبطه ما خلصونج ما تيجي انت تطبخون كلاتي يا كارشي هات الجهش.
يا معلم مكتوبه لك يا معلم. يا جماعه انا طعمي وحش والله، دقتني قبل كده ما عجبتنيش. مكتوبه لك يا معلم اول واحد. ايه ده؟ اقرا عنك. سلا عنك. دوق. انت دوقي. انا دوق؟ خش يا معلم خش عشان ادوق. خش. ايه وحشه؟ لا تقريبا عمل حاجه في الميه تقريبا. من الخوف يعني ما تحطوش ملح ها؟ ناسو سمنون. سمنونج بلدونج. برضو سمنونج بلدونج. او تعدي او تعدي. لدك مش هتعدي. قالاتي. لدك مش هتعدي. قالاتي. لدك مش هتعدي. يا قالاتي. يا قالاتي. يا قالاتي. هذا. أكلي جاهز. ايه يا جدعان في ايه؟ واحنا كفرة ولا ايه؟ في ايه؟ هتذبحونا وتسوونا؟ انت بتقطع جزر على نفسك؟ انت فاكر نفسك بسلة ولا ايه؟ انت ايه؟ خلاص ده انت بيسلقوك يا ابني، انت اتسلقت خلاص. ايه ده؟ انا السلاق؟ انا السلاق؟ المحفظة. المحفظة. فلاورجي فلاورجي. ايه كوارشي. ايه كوما مالك كفاك. ايه تمام. ايه تيفان. يلا بلا تمام. تحت القدره كشك ما شاء الله. المصري هيفضل مصري. خدوا يا رجاله لغايه ما يموت ما شاء الله. خدوا يا رجاله صباح الفل. ببلاش دي. ايه اتسلق المعلم ولا ايه؟ اتسلقت. انا مش اسكت على اللي بيحصل ده ابدا. دي جريمه الانسانيه. ايه ده؟ دي جريمه ضد الانسانيه. بقول لك ايه، انت بالذات اخراسي خالص، لغايه دلوقتي هي جريمه فرديه، هتعملي لبط هتبقى جريمه جماعيه. اهبطي. كلمه يا كابتن. نعم. كلم الزعيم بتاعهم. اكلمه اقول له ايه يعني؟ هيفهم لغتي؟ كلمه باي لغه، بالعربي بالانجليزي باي حاجه. صباح الفل يا زعيم. كوما لاكا ماكا سا. اكونا مكاتبا. جود نايت. كوري ماما كاشيكا. بونجور. مالا ما كاشير. والله بحبك موت يا حمادة. انا بعدك انت اموت يا حمادة. انا قلبي ايوة والهوى وبدوب حب حمادة. حمادة حمادة هو اللي انا بهوى. حمادة هو اللي انا بهوى. ما انت قاعد بتفرق. اقعد في حته. ما تلعبش معايا. الدلق. حمادة. حمادة هو اللي انا بهوى جبته. وبحرف النون الولد ده يبقى عنون العسل ده. الولد ده العسل ده. حد دايس على رجله. يشي كمالا كاكا. هما كيشي لما كاكا. شمالالا كاكا يعني كمالا كوموناسا. كوموناسا كوموناسا.
كومناصا يعني اعمل ايه؟ يعني كومو اله. كومناصا يعني اقلعها؟ دي عجبك؟ ده انا كان بنت افريقيه كانت ركبت معايا الميكروباص يعني ما كانش معاها اجره. فدتني دي. دي انا بعرف اتكلم مصري كويس. لا راجل. وسيبنا استهلك اللغه بتاعتي. انت بتتكلم مصري؟ ايوه. انت رحت مصر؟ كنت فين؟ في السيده عائشه. في الليباجيه يعني؟ كنت يا سلام. كنت بشحت في الشوارع هناك. انت بداتها من تحت خالص يعني. يعني لو دي هتاخدها وتسيبنا يعني. ها كورشي 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 شوكة. لا دي سلسلة البسها ابقى راوش. هونجا كابونجا هونجا كابونجا هونجا كابونجا. زعيماتي فسفس أزعريتا. أنا شكلي جيت على مقاس دماغهم واضح يعني. يا هم كده شكلهم افتكروك الزعيم. ما نطلق في الأفص يا معلم. كالاتي كوارشي هونجا ديرونجا اطلب سونجا الدرابس ما ياسر شونجا. بقول لك ايه هو قال لك ايه؟ يقول هات الدرع وتعالى بسرعة بس يا عم. والنبي هات درع وكيسين اريال يا معلم. والنبي انا واخد علبه بوكس واتنين هوهوس حاسبني بقى عشان امشي. انت عليك ثلاثة فرط من امبارح يا اشرف بيه. ده اشرف ده حسام اخويا انا اشرف. ايه ده بجد والله؟ لا مش هاكل يا جماعه الكلام ده يا جماعه مش هينفع كده. انا مش فاتحينها لله. ايه ده؟ نفس البتاع اللي في السلسله. عشان كده دي بتاعت الزعيم بتاعهم. يا كالابالا رمام اسمعوا كارفورون مول العرب. حلو ما دام انا بقى ايه شبطت معاهم انا هلبخهم وانتوا تخلعوا. ها ايه كواشي مراسم ابدا تتويج. مراسم تتويج. ايه انا بقيت الزعيم. لا الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا زيط. ازيط يا هيس براحتك. اسمها هيس زيطة. زيطة جاي من الزيطة. كله هيزيط. يلا اختار لنا اختار لنا حاجة حلوة ناكلها. حاجة حلوة ناكلها من دول؟ طب بص مبدأ يا عم خد البتاع اللي لابخاني دي. مبدئيا ها الراجل ده انا ما بحبش السمين. يعني ايه كوليسترول وبتاع فيا ريت نفرج عنه نفرج عنه. كوارشي وكباكا. ايه يا كمال. يا باشا والنبي يا باشا والله المكان ده ربنا فيه زبون الحمد لله. يا ابني هو انا بلدية يا ابني؟ يا باشا ده انا بنقذك يا قط. يا باشا معلش يا باشا وفروا لنا اماكن الاول قبل ما تنقلونا. ان شاء الله المحافظ الجديد هيظبط لك كل حاجه. يا باشا ده بياكل خمس عيال المكان ده والله. يا عم اطلع يا عم هتستوي هتستوي. انت فرحان؟ انت فرحان؟ انت مش فاهم انك بتتعذب. بص بنت ام كاسكتة. كاسكيكا. كاسكتة. كاسكنكا. كاسكريكا. هي دي. ماشي ماشي هي دي هاتوها نسلقها ناكلها. هلا بالا كاشي هات الموزه دي. يا جماعه حرام عليكم تموتوا الصاروخ ليه؟ اصبر عشان دورك جاي. اصبر. ها حرام عليك خليهم يسيبوني. يسيبوكي ليه؟ يسيبوكي ليه؟ من حق من حق كل واحد ان هو يخش ياخد دوره جوه القدره. حضرتك انت بتاخدي دورك دلوقتي وهم حبوا النوعيه دي من اللحمه. لعلم انا ممكن اسيبك يقطعوكي ويسووكي ويعملوا اللي هم عايزينه بس احنا جدعان برضو. ها ما ينفعش اسيبك. ها
خلاص سيبها يا معلم، سيبها هونجا كمان، سيبها، احنا ناكل فاكهه وخضار بس. بوليس ارمي الخيار. يا عم ده مش بوليس، ده بتاع الغاز، ده اليو ان. اليو ان، اهلا وسهلا. دول ركاب الطياره؟ ايوه، وانا القائد بتاع الطياره اللي وقعت بيها. تمام يعني. الحمد لله. ايوه يا فندم. لقيناهم الحمد لله. الحمد لله، هبعت لك الاحداثيات حالا. حاضر. لو سمحت حضرتك، الناس دي كانت عايزه تاكلنا من شويه، ومحمد صلاح ده بهدلنا والله. الناس دول يا ابني ده اللي مربيهم بايد. والله بهدلونا، ده كانوا هياكلوا صاحبي ده. لا طب بص. خد بونبوني، تديهم البونبوني تاخد عينيه. بونبوني بونبون سيماح. انسحبوه. يلا يا شباب يلا تعالوا معايا. يا كواشي يا عيفي يا شهنانا هنا زعنادي فسفس. سيك شهتا كريكا زعيماتي فسفس ارجوك بيكا اوكا واورتيجا. قال لك ايه؟ لا ده شايف ان انت الزعيم ولازم تقعد معاهم. انا اقعد معاهم؟ بس بقى خلعني الناس دي. ماشي، الناس دي انا عايزكم انتوا تخلعوا وانا هفضل معاهم انا هنا. ماشي؟ يلا. انت تسيبنا يا كابتن؟ اسيبكم ايه؟ ما انتوا خلاص واحد جه ينقذكم.